شرق. طب تعالى بقى نطلع، يعني احنا كنا في اوروبا من شويه في انجلترا، تعالى نطلع بقى على اسبانيا، ودي حاجه مهمه جدا. معانا على التليفون دكتور طارق النجار، وكيل الحمله الرسميه للمرشح الرئاسي سيد عبد الفتاح السيسي. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين كلهم. كله تمام؟ كنا يعني احنا في ظل استمرارنا في ان احنا عاوزين نعرف استعدادات الجاليه للانتخابات، ويمكن عايز اخد زاويه مختلفه شويه يا دكتور طارق اذا سمحت لي، الا وهي انه ازمه غزه هل القت بظلال على الانتخابات الرئاسيه؟ هل اضفت المزيد من التشجيع والحماسه لدى الجاليه ان هم يذهبوا لصناديق الاقتراع؟ والله ده حقيقه فعلا، دي حقيقه. يعني في الاساس اصلا هو معظم ابناء الجاليه بيميلوا فعلا لسياده الرئيس. حلو. من الاساس. لكن حتى الجزء اللي ما كانش مؤيد لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ازمه غزه وشافوا مدى التحديات الكبيره على كل حدود مصر. صح. والموقف المصري وموقف القياده السياسيه المصريه الصلب اللي مشرف حقيقي قلب كل الموازين. كان موقفا عظيما للاداره المصريه، فغير زي ما بيقولوا بعض القواعد، غير بعض المفاهيم، غير بعض الميول. كتير كتير كتير, كتير. كتير حقيقي. يعني معظم الناس اللي احنا يعني تقريبا نقول 75% من الجاليه كلها هنا ومن الناس اللي كلها هنا مع الرئيس اصلا من الاساس اصلا. ماشي. ال 25% دايما المعترضين عشان غلاء الاسعار و و و والحاجات المعيشيه العاديه. وماله؟ بعد موضوع غزه الناس كلها اتجهت تاني وبداوا يفكروا تاني وشافوا ان يعني ان حاجه قدام حاجه ما تسواش حاجه. يعني جنب أزمة غزة واللي بيحصل في إسرائيل واللي بيحصل على الحدود بتاعتنا، لا 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 سيادة الرئيس بجد حقيقي الناس بتحبه. طيب الحمد لله. تعالى بقى نتكلم يا دكتور عن الاستعدادات، استعداداتكم كجالية هناك. بص حضرتك، الحمد لله ان هنا ابناء الجالية المصرية في اسبانيا بتوفر كافة الدعم المادي واللوجستي لتأمين الانتخابات. حلو. وضمان المشاركة، ومجموعه كبيره من رجال الاعمال الحمد لله يعني تعاونوا معانا ومن توفير بسطات للتنقلات ووسائل الدعايه الانتخابيه والحجز وتوفير كل وسائل اتمام العمليه الانتخابيه بشكل مريح جدا ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني باذن الله باذن يعني الله. احنا عندنا يعني ولايات فدراليه كبيره، اسبانيا طبعا زي ما حضرتك عارف كبيره جدا، في كاتالونيا في بامبلونا في الجنوب وفي الشمال. طبعا احنا عندنا نقط انطلاق دلوقتي كامله موفرين بساط لكل من كل حته، والناس تيجي ان يجوا يشرفونا وهينورونا، وحقيقه هيكون ان شاء الله عرس انتخابي كويس باذن الله. في باذن الله باذن الله يا رب يا رب باذن الله، ربنا يوفقكم واشكركم. ونفرح جدا. كلنا يا رب. ونقف دايما ورا رئيسنا عشان باذن الله لازم يكون وبعدين في حاجه ثانيه هضيفها للموضوع. انتخابات اوروبا بالذات لها طعم ثاني خالص عن كل الدول الثانيه. ليه؟ اوروبا بتبص لنا واحنا بننزل الشوارع عشان ننتخب هنا، ان هم عايزين يشوفوا المواطن المصري هل بيستخدم حقه الدستوري وثقافته الانتخابيه وبيختار رئيسه ولا لا. لازم يكون عندنا رئيس منتخب باغلبيه كبيره ويحسوا ان وراه شعب منتخب وحي. اي انا بحب اشوف مشاهد الاقبال، يعني عاوز افرج العالم ازاي المصري مقبل على الانتخابات سواء اذا كان في الداخل او في الخارج زي حضراتكم من الجاليه اللي موجوده في الدول المختلفه وبالذات عند الاوروبيين زي ما حضرتك قلت يا دكتور. انا بشكر. ونقطه ثانيه يا فندم. اتفضل يا فندم. ونقطه ثانيه اتفضل، عايز اوجهها لكل برضو لكل الناخبين يا جماعه، الانتخابات ليست محسومه، ليست محسومه لاحد. ينزلوا كل واحد يقول رأيه، كل واحد يختار اللي هو عايزه. صحيح. أنا أشكرك أولا دكتور طارق، كل الشكر دكتور طارق النجار، وكيل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، محدثنا من أسبانيا.